بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في محاضرتنا اليوم بمشيئة الله سوف نقدم موضوع متمم البيان أو complement of G، ومفاهيم أساسية لموضوع البيانات المترابطة أو connected graphs. هنبدأ بمتمم البيان. حفترض لدي بيانا بسيطا بهذا الشكل. هنقول يعرف متمم جي على أنه البيان، طبعا هنرمز له بهذا الرمز جي شرطة بهذا الشكل. طبعا هنلاحظ هنا هيختلف له عدد الأضلاع للبيان جي والبيان بي برايم أو جي برايم أو جي شرطة، لكن في الحقيقة الرؤوس هتبقى كما هي. طيب، حيث لكل اكس وواي تنتمي إلى الفي واكس لا تساوي واي، فإذا كان عندي الإكس والواي، الإكس والواي اللي هي الرؤوس، إذا كان عندي الإكس والواي، أو حنقول فإن الإكس والواي تنتمي إلى الكومبليمنت أوف إي، إذا وإذا فقط لو كانت الإكس والواي لا تنتمي إلى الإي. في الحقيقة هذه مفاهيم درسناها أو عرفناها في الجبر أو أساسيات الرياضيات، وفي هذا المقرر نطبقها بشكل فعلي، وبالتالي حتبقى الأمور أوضح بشكل كبير. مثلا عندي الشكل هذا، يعني احنا بإمكان ناخذ هذا الشكل في الحقيقة بدون الايه بدون اه خلوني اخذ اللون الأزرق. يعني افترض هذا الشكل اللي هو الجي اي و بي وجي، هيبقى بهذا الشكل اللي أمامي. هذا الجي في الحقيقة، هذا هو الجي. طب فلما أريد المتمم، فنح الرؤوس حتبقى كما هي، أو كما هو واضح هنا الرؤوس كما هي، الرؤوس لا تتغير، عدد الرؤوس في الجي والجي برايم هي نفسها. وبعد كذا أبدأ بوصل الطرقات أو الجسور بحيث تكون مختلفة عن الجسور الموجودة في الجي. فأنا حأخذ الجسر أو الطريق مثلا أو من الاي إلى الدي، وبعدين أخذه من الاي إلى السي. طيب، وبعدين اجي للبي برضه هاخذ طريق اخر اهو، وهكذا اخذ طريق اخر وهكذا، بحيث احصل في الاخير على او مثلا عندي برضه الجي هتبقى السي. وبالتالي هذه النجمه هي في الحقيقه عباره عن الكومبليمنت اوف جي. طبعا كما قلت قبل قليل، في بعض الخواص الرسم او البياني او البيان ومكمل له نفس عدد الرؤوس، يعني عدد الرؤوس اهو كما هو هنا في التعريف. نلاحظ هنا عدد الرؤوس في البيان جي وفي البيان جي برايم نفسها. الاختلاف عندي في الايه؟ في عدد الحواف. يعني ليس بالضروره ان تكون، ايضا لو تكلمنا على عدد الحواف، ليس بالضروره ان يكون عدد الحواف في البيان جي هي نفسها في الجي برايم او الكومبليمنت اوف جي. مثلا اذا عندي مثال اهو، هنا عندي جي الرؤوس هي نفسها أربعة للأي والسي والدي والبي. بعد كذا حأخذ أضلاع أو طرقات أو جسور غير الجسور اللي موجودة في الجي. طبعا في الحقيقة حيكون في عندي جسر من سي إلى دي أهو، وبعدين في عندي من دي إلى أي، وبالتالي هذا الكومبليمنت أوف جي. نلاحظ عدد الرؤوس نفسها اللي اختلفت عدد الأضلاع. هنا عندي مثلا عدد الأضلاع هنا أربعة، وعندي هنا عدد الأضلاع اثنين. إذا من خلال الرسومات هذه يتضح لنا هذه الخاصية، أنه عدد الرؤوس تظل كما هي في الجي وفي الجي برايم أو في المكملة جي، اللي اختلف عدد الأضلاع. طبعا ليس بالضرورة، يعني ممكن يتساوي العدد لكن ليس بالضرورة أن يكون متساوي. طيب، بالنسبة لو جينا أخذنا تقاطع، لاحظوا معي لو أخذت الجي تقاطع المكملة أو الجي مع الكومبليمنت أوف جي، التقاطع هيكون هو عبارة عن الرؤوس، لأن الحاجة المشتركة بين الجي والجي برايم هي الرؤوس فقط. إذا هذا لأن الأضلاع أكيد حتكون مختلفة، الأضلاع اللي هنا ليست نفس الأضلاع اللي هنا. إذا عند التقاطع حنحصل على الإيه؟ على
الرؤوس. برضو عندي في الاتحاد لو رجعنا للشكل السابق، هذه يمثل لي جيم وهذا يمثل لي المكمل او الكومبليمنت. الاتحاد في الحقيقه حيعطيني بيان منتظم تام او بيان منتظم كامل، وهذا شرحناه في محاضرات سابقه. يعني عند مع الاتحاد بين الجي والجي برايم هحصل على بيان اخر منتظم رؤوسه 5 ومن النوع 3. طبعا احنا شرحنا هذا الكلام في محاضره ماضيه، لما نقول النوع 3 يعني بمعنى كل رأس، يعني احنا نتكلم على المنتظم التام، كل رأس حيكون ايه؟ كل رأس حيكون رتبته ايه؟ رتبته 3، معذرة، هنا حيكون رتبته 4. واضح هنا من الرسمة؟ طبعا الرتبة هي عدد الطرقات المرتبطة بالرأس، يعني عدد الطرقات 4، هنا 4، هنا 4، وهكذا. نستطيع عد هذه الطرقات، يعني بمعنى أصح توجد طرقات، يعني الرسم هذا كي 5، سوف يوجد طريق بين المدينة A وجميع المدن الأخرى. طيب نأخذ مثال آخر كتدريب. لو عندي بيان بسيط وعندي هنا عدد الأضلاع للبيان جي وهنا عدد الرؤوس للجي، يقول لي إيه؟ أوجد عدد الأضلاع في البيان المتمم. طبعا احنا عندنا ايه؟ عدد الاضلاع للبيان جي زائد عدد الاضلاع للجي برايم، مش قلنا ناتج الاتحاد يعطيني ايه؟ بيان كي 5 او بيان منتظم او كي ان. حيكون عدد الاضلاع لهذا البيان كي ان، وهذا اخذناه في محاضرة سابقة، حيساوي ان في ان ماينس 1 على 2. فانا عندي هذا معلوم، والان في الحقيقة الان اللي هي عدد الرؤوس، هذه الان اللي هي عدد الرؤوس اللي هي ب10. فانا راح اعوض هنا عن ان ب10 وعن عدد الاضلاع في البيان جي ب40، واحسب بعد كذا عدد الاضلاع في البيان المتمم، حيعطيني ايه؟ 5. عملية حسابية بسيطة جدا. مثال اخر، لو عندي عدد الاضلاع في البيان المتمم 45 وعدد الاضلاع في البيان 33، اوجد عدد الرؤوس للبيان جي، يعني بمعنى نريد نحسب ان. نستخدم في الحقيقه الصيغه السابقه، هي نفس الصيغه، لكن هنا عندي معلومه ايه؟ عندي معلوم عدد الرؤوس 33، عدد الاضلاع للبيان جي 33، وعدد الاضلاع للبيان المتمم 45. طبعا هنا قسمه 2 حضربها في الطرفين، حيجيب لي هنا 2، واجمع هذا المقدار وانقله الى الطرف الاخر اللي هو حيعطيني هذا المقدار، وحلل هنا تحليل عادي واستطيع احسب قيمة الان. طبعا حيعطيني قيمتين للان، في الحقيقة احنا حنختار القيمة الموجبة، لأنه ما في حاجة اسمها عدد الأضلاع بالسالب، إذا عدد الأضلاع 13. طيب حضطر انتقل إلى في آخر صفحة في مثال كان المفروض نضعه في مثال آخر للبيانات برضه مرتبط بالكومبليمنت اوف جي. يقول لي لو كان عندي ار بين الصفر والخمسه والصفر والخمسه محتوى، اعطي مثالا على بيان بسيط منتظم من نوع ار، عدد رؤوسه 6. طيب فانا الحل حنقول ايه؟ ان ب6، عندي عدد الرؤوس 6 والار تتغير بين صفر وخمسه. فمثلا الكي 6 عدد الرؤوس 6 بيان منتظم، لو اخذنا الار بخمسه فان المتمم حيبقى بيان منتظم من النوع صفر. كيف استطعنا نحصل على هذه القيمه؟ عندي لو كان جي بيانا بسيطا منتظما من النوع الار، هذه خاصيه، فان الجي برايم رسم بسيط منتظم ايضا او بيان بسيط منتظم ايضا من النوع ان ماينس ار ماينس 1. الان عندي في مسالتنا في الحقيقه هي معلومه اللي هي تتغير الار، فأنا باستخدام هذه الصيغة إذا علم عندي عدد الرؤوس والنوع للبيان جي، أستطيع أحسب عدد أو النوع للبيان لجي برايم. مثلا عندي كي 3 3، عندي هنا ار 3، فإن المتمم حيبقى من النوع 2. ليه من النوع 2؟ أروح أعوض هنا ان ماينس ار ماينس 1، الان 6،
والار هي عندي بثلاثة واحصل على اثنين. كذلك الشكل الاتي بعد في الصفحة الاتية بيان المنتظم من النوع ار بواحد، فانا عندي الام ثابتة، الام بستة، يعني لما اريد احسب المتممة من اي نوع حروح معوض هنا ان بستة والار بواحد، لان عندي هنا البيان جي اصلا واحد ناقص واحد، يعني اعوض في الحقيقة في هذه الصيغة، نعوض في هذه الصيغة، بالتالي حيعطيني بيان من النوع ار باربعة. طبعا انا لما اقول ار تساوي اربعة كما قلت قبل قليل، بمعنى الرؤوس كل رأس حيرتبط باربع طرق. اول مثال عندي هذا البيان جي، هذا البيان جي او من النوع ايه، البيان جي من النوع ار بواحد. طبعا الرؤوس ستة، هي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة من النوع واحد. لما قلنا من النوع واحد يعني الدجري للرأس بكم؟ بواحد، او مرتبط بضلع واحد. طيب فالجي برايم اعطاني معلومة، قال حتبقى من النوع اربعة، حيبقى ايضا بيان منتظم من النوع اربعة. طبعا كما قلت قبل قليل اروح طبعا اخذ المتممة، ابدأ اكتب الرأس A وB وD وC ويو وفي. طبعا حيكون في عندي ثلاث فئات، يعني في ثلاث اجزاء، في واحد في اثنين في ثلاثه. بعد كذا اجي للعنصر الراس A. طبعا لما اجي اوصل هنا الطرقات استثني هذا الطريق، يعني الطريق بين الاي والبي ما ينفعش اخذه، لانه انا اريد ايه الكومبلمنتري، الكومبلمنت اوف جي، وبالتالي لابد ينطلق من الاي اربع طرق، حيرتبط بالسي، حيرتبط بالدي، وحيرتبط بالفي، وحيرتبط باليو. بعدين اجي للبي حيرتبط بالسي، وحيرتبط باليو، حيرتبط بالجي، وحيرتبط بالدي. وبعدين اجي للصف الثاني السي، مرتبط بالاي، مرتبط بالبي، مرتبط بالفي، ومرتبط بالاي، ما ينفعش يبقى مرتبط بالدي. يعني اخذ في الحقيقه من كل راس اربع طرق واستثني هذه الطرق، استثني هذا الطريق، استثني هذا الطريق، يعني هذا الطريق استثنيه وكذا احصل على المتممه للجي. طيب نرجع مره اخرى، الان ننتقل للجزء الثاني في محاضرتنا، اللي هو في الحقيقه البيانات المترابطه او الكونكتد جرافس. طبعا في هذا الجزء في الحقيقه حنحاول نسلط الضوء على المفاهيم الاساسيه فقط، وفي المحاضره القادمه ان شاء الله حناخذ أشياء أخرى، أو حنأخذ نظريات حول هذا الموضوع. طب حنبدأ نعرف، نعرف في الحقيقة في عندي خمسة، أو في البداية عندي ثلاثة مفاهيم أساسية، اللي هو الووك والتريل والباث. الووك اللي هو المسار، والباث اللي هو الممر، والتريل اللي هي الرحلة أو الطريق. طبعا احنا اعتمدنا هذه الترجمة اللي موجودة في مرجعنا، لكن في الحقيقة عند الاختلاف بالترجمة هنرجع للكلمة الإنجليزية. إذا اختلفنا في الكلمات، لأن اللغة العربية فيها مفردات كثيرة، فعندي حفترض أن عندي هنا رسمة، والA والB تنتمي إلى الV، والN أكبر أو تساوي واحد، عدد صحيح. نجي نعرف الووك من A إلى B، يعني إحنا عمالين نتحرك أو نمشي من منطقة إلى منطقة. فالووك او المسار هو عباره عن سيكونس، هو عباره عن متتاليه من الرؤوس والاضلاع، يعني حتبدا بالاي وتنتهي بالبي. طيب ايش الضلع؟ الراس الاول في واحد، بعد كذا الجسر اي واحد، في اثنين، وهكذا الى اخر راس، يعني المنطقه التي سوف نصل اليها. طيب طبعا الاي اي هو عباره عن الجسر او الطريق او الضلع الذي يربط بين رأسين متتاليين، وعبارة عن الضلع الذي يربط بين رأسين متتاليين. طيب إذا حنقول على هذا مسار أو a walk from A to B. طيب في حال طبعا المسار ممكن يكون مفتوح ممكن يكون مغلق، لو نقطة البداية نفس نقطة النهاية، يعني لو بدأت ب V1 وعدت إلى V1 هذا نسميه closed walk at E، يعني لو نقطة البداية ونقطة النهاية هي الإيه حيبقى closed، لكن بهذا الشكل الذي أمامنا حتبقى إيه open مفتوح هذا المسار. طبعا المسار في الحقيقة المسار أو الووك فيه خواص، ممكن نكرر فيه الأضلاع،
الأضلاع اللي هو E1 E2، الطرقات ممكن نكررها، وممكن كذلك نكرر الرؤوس، وحنقول هذا الكلام حنوضحه بيانيا بعد قليل. طيب بعد كده طبعا حنقول على مسار أنهما متساويين، لو عندي متتالية بهذا الشكل وهنا متتالية بهذا الشكل، حنقول أنهما متساويين لو كان الـ UI يساوي الـ VI، لأجل الـ I تتغير من صفر إلى N، يعني لو كانت هذه بـ M وهذه N حيكون إيه تساوي M، بخلاف ذلك يكون إيه غير متساويين هذا المسار أو الإيه أو الباث. طيب ليكون لدي البيان التالي، أهو بيان موضح كما يلي. طبعا نستطيع احنا نشكل مسارين، خلينا احنا نركز على مصطلح واحد، مسارين اللي هو دبليو دبليو 2، حيعطيني نفس، حيوصلني إلى نفس المكان، حيوصلني إلى نفس المكان، المسارين في نوت، بعدين في واحد، بعدين في اثنين، بعدين في ثلاثة، بعدين في أربعة، أمشي خمسة و ثلاثة و في 1. طبعا بدأت من هنا إيه وعدت إلى في 1. في الحقيقة نلاحظ هنا ممكن يتكرر إيه، لاحظوا عندي هنا أتكرر اي ثلاثة، ممكن يتكرر رؤوس، هل يوجد هنا في تكرار؟ لا ما يوجد تكرار، يعني لو مشينا في الرسم لو مشينا كذا الى في واحد، بعدين في اثنين، بعدين في اثنين، بعدين نعبر الجسر الى في ثلاثة، بعدين الى في اربعة، وبعد في واحد. طبعا ما في هنا تكرار لا رؤوس، نفس الشيء هذا المسار يعطي لي نفس النتيجة. طيب في نقطة مهمة جدا جدا أو ملحوظة، أنه يجب أن يكون كل ضلعين متتاليين فيه متجاورين، لابد يكون الضلعين متجاورين. طيب فمثلا لدينا المتتالية التالية، هذه المتتالية أو السيكونس، هذه تشكل مسار ووك، يعني لو تحركنا V1 E1 V نوت، وبعدين إلى V 2، بعدين عدنا مرة أخرى، لاحظوا إيه كررنا الضلع، بالتالي في الووك ممكن نكرر الضلع، لاحظوا الضلع هذا تكرر، فما في مشكلة يتكرر الضلع في حالة الووك، أيضا يتكرر الرأس، لاحظوا في رأس عندي يتكرر هنا في نوت وفي نوت، طيب إيه اثنين، طيب مرة أخرى أو في واحد في نوت في اثنين، أرجع مرة ثانية إلى في نوت، بعدين اروح ل في ثلاثة، بعدين ارجع اي ثلاثة، اشوف تكرر اكثر مسار، ارجع الفينوت تقريبا تكررت كم مرة؟ 3 مرات، بعدين امشي بالجسر الى في اربعة الى اخر نقطة. طيب لكن المتتالية التالية او المتتالية هذه لا تشكل مسار، لا تشكل ووك، ليه؟ لاحظوا لو جينا نتحرك فيها، لو جينا نتحرك بحسب هذه المتتالية حتبقى بهذا الشكل، يعني لا أستطيع أن أصل إلى، لاحظوا الـ A3 ما أستطيعش أمر في هذا الجسر، ليه؟ لأن الجسر E3 لا يقع، الـ A3 لا يقع على V2، وبالتالي هذه المتتالية لا تشكل ووك، لا تشكل مسار. طيب ننتقل لمفهوم آخر اللي تريل أو الطريق. الطريق هو في الحقيقة هو ووك من A إلى B، لكن في حالة التريل ممنوع تكرار الأضلاع، لاحظوا في حالة الووك مسموح تكرار الأضلاع والرؤوس، لكن في حالة التريل أو أحيانا نقول عليها رحلة مفتوحة أو نزهة مفتوحة، هذه لا غير مسموح تكرار الأضلاع. طيب لو كانت نقطة البداية هي نفس نقطة النهاية، هنحصل على ما يسمى السيركت أو الدارة أو الدائرة. إذا الدارة أو الدائرة اللي هو السيركت هي في الحقيقة طريق مغلق، يعني تأخذ نفس صفات التريل، تأخذ نفس الصفات لكنها مغلقة، يعني نقطة البداية نقطة النهاية، هنقول هذا الكلام كتطبيق بعد قليل. طب نجي لي الباث، برضو المصطلح باث اللي هو ممر،
فأنا لو كان عندي هذه المتتالية مسارا من A إلى B، أنا حسميها ممرا إذا كان ما في تكرار رؤوس. ما في تكرار رؤوس، طبعا كونه ما في تكرار رؤوس أيضا حيكون ما في تكرار أضلاع. إذا كونه لا يوجد تكرار رؤوس برضه هذا يعني أنه لا يوجد تكرار للأضلاع. طيب لو كانت نقطة البداية تساوي نقطة النهاية، في ذي الحالة حسميها سايكل. إذا السايكل هو عبارة عن ممر مغلق، السايكل أو الدورة هي عبارة عن ممر مغلق. طيب في عندي هنا، نستطيع أن نلخص هذا الكلام، نعمل خريطة. فأنا حقول هنا الباث، المسار ممكن يكون تريل إذا ما في، طبعا المسار مسموح تكرار أضلاع، مسموح تكرار رؤوس، لكن التريل غير مسموح تكرار الأضلاع. إذا عشان أحصل على تريل ما يكون في عندي تكرار أضلاع. طب لما أريد أحصل على باث، الباث أصلا هو مسار لكن لا يوجد فيه تكرار رؤوس وأيضا تكرار أضلاع. طيب في الحقيقة التريل أو الممر لو كان مغلق حيعطيني دائرة أو دارة أو سيركت. برضو الباث أو الممر لو كان مغلق حيعطيني دورة. إذا الدورة هي ممر مغلق والدارة هي طريق مغلق. طبعا في برهنة إن شاء الله حنأخذها في محاضرة قادمة. الممر ممكن يكون طريق، الدورة ممكن تكون إيه دارة. طيب تعالوا الآن، طبعا ممكن نلخص كل هذا الكلام في هذا الجدول. عندها الباث ممكن يكون تريل، والتريل ممكن إيه يكون إيه ممكن يكون ووك. هذا مثال. لاحظوا هنا عندي هذه السيكونس أو الرؤوس اللي هنا. لاحظوا هنا حيكون في تكرار ضلع، لأنه رحت من في واحد إلى في اثنين بعدين رجعت مرة ثانية، يعني الضلع مكرر، يعني رحت ذهاب وإياب في نفس المكان. فهذا حيكون إيه ووك، لأن الووك مسموح في الضلع وليس التريل، لأنه التريل غير مسموح تكرار الأضلاع. طيب السيكونس اللي هنا فيها في الحقيقة تكرار رأس. هنا عندي رأس، ما هو تكرار الرأس عندي هنا؟ أو في واحد، فيها تكرار رأس في واحد، وبالتالي هذه ما دام فيها تكرار رأس ممكن تكون رحلة، لأنه الرحلة أو التريل مسموح بتكرار رؤوس لكن الأضلاع ما ينفع. إذا هذه الرحلة وليست باث. طب لو أخذنا هذه السيكونس لاحظوا لا يوجد تكرار رؤوس ولا تكرار أضلاع، هذه نقول عليها باث لأنه لا يوجد تكرار للرؤوس ولا للأضلاع. طيب نأخذ مثال على الووك. قلنا الووك مسموح تكرار الرؤوس ومسموح تكرار الأضلاع، يعني لو تحركت بناء على هذه المتتالية حبقاه في واحد واروح الفي اثنين بعدين اروح الفي ثلاثة بعدين اروح الفي أربعة وبعدين ارجع الفي اثنين بعدين اروح الفي واحد، لاحظوا في اثنين تكررت والضلع الذي يربط بين في واحد في اثنين تكرر، وبالتالي هذا الووك ما في مشكلة. طبعا الاوبن ووك لو كان بهذا الشكل هذا مفتوح، لو كانت كلوزد ووك مغلق او مسار مغلق، لو كانت نقطة البداية هي يعني نفس نقطة النهاية. برضو التريل غير مسموح بتكرار الاضلاع، الاضلاع غير مسموح لكن الرؤوس ممكن تكرر. تعالوا نمشي بحسب هذه المتتالية، أو واحد إلى ثلاثة بعد من ثلاثة إلى ثمانية بعد من ثمانية إلى ستة بعد من ستة إلى ثلاثة. لاحظوا هنا تكرر الرأس الثلاثة وبعدين إلى اثنين، فهذا التريل مفتوح. أو لاحظوا تكرار الرأس، تكرار الرأس مسموح فيه في حالة التريل. طب لو كان مغلق، لو كان مغلق يعني لو مشيت بهذه السيكونس، أو يبدو لي في لا رسمة أخرى، رسمة أخرى أو إحنا ممكن ننفذها هنا، أو السيكونس واحد إلى ثلاثة بعد من ثلاثة إلى ثمانية بعد من ثمانية إلى ستة بعد من ستة إلى ثلاثة بعد من ثلاثة إلى اثنين وبعدين إلى واحد. في هذه الحالة أقول عليها سيركت. إذا السيركت أو الدارة أو الدائرة هي عبارة عن تريل مغلق. طب مثلا نقول الباث، الباث هو عبارة وكذ نو ريبيتد فيرتكس، الرؤوس غير مسموح بتكرارها وبالتالي غير مسموح ايضا تكرار الايدجز اللي هو الايه الاضلاع. اذا في حاله الباث غير مسموح تكرار الرؤوس والاضلاع. طيب لو مشينا بحسب عندي هنا او سيكونس هي باللون الاخضر في الحقيقه،
وهتبدا من فين؟ من الستة. راح ابدا ستة، بعدين ثمانية، بعدين ثلاثة، بعدين واحد، بعدين اثنين، بعدين أربعة. لاحظوا لا يوجد تكرار لا الرؤوس ولا إلى الأذرع. طب لو أخذت مثال على السيكل، السيكل عندي واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين أربعة ثلاثة واحد، واحد اثنين أربعة ثلاثة واحد. لاحظوا هي مغلقة، وبالتالي هذه دورة أو سيكل. إذا السيكل هو عبارة عن باث مغلق. لاحظوا في كلا الحالتين سواء في الباث أو في السيكل لا يوجد تكرار لا للرؤوس ولا للأضلاع. طيب هذا مثال للسيركت برضه. قلنا السيركت هي عبارة عن كلوز تريل، هي عبارة عن طريق مغلق. حكتفي بهذا القدر. في الحقيقة هذه المفاهيم بالنسبة للرسومات المترابطة مهمة جدا جدا، عشان بقى لما ندخل في النظريات القادمة نبقى نكون فاهمين هذه المفاهيم، أو نستطيع نعرفها بشكل جيد، نستطيع نربط بينها، نستطيع نوجد العلاقة بينها. نكمل في مشيئة الله في المحاضرة القادمة. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.